مواليد برج الجدي أسبوع يعني بدنا نكون حذرين شوي، لأنه منه مريح، خاصة نهار الأحد بعد قبل الظهر بكون بعد في توتر، يعني الأمور ما كتير منيحة. الأمور بتصير أفضل حين دخول القمر لبرج العقرب. بيدخل القمر لبرج العقرب الساعة 2:05 و4 دقايق بتوقيت بيروت، بتتغير المعطيات عندك، بتندفع، بتزداد شعبيتك، أسهمك بترتفع، كتير في عندك مناسبات، كتير في عندك لقاءات، بتتوسع بأي اتجاه، والدعم بيكون لإلك ورح يكون في عندك مكاسب مادية. ولكن بدي اياك تنتبه من اليومين، النهار الأربعاء والخميس، لأنه الأربعاء والخميس غير مريحين، بتدخل بفراغ، يمكن ما بيكون في شيء، ولكن لا يستحب الإقدام على أشياء جديدة بهدول اليومين. تشتغل أمور روتينية، تبتعد عن الأشخاص السلبية، تسمع على رولا وخذ الإيجابية منها والابتسامة منها، ومرق لنا هاليومين على خير وسلامة لحين وصول القمر لعندك نهار الجمعة، جمعة وسبت. هون أنا بقول لك بتنشط، بتكتر، بتعلى أسهمك، ثقتك بنفسك بترجع، وبتقدر تنشط بأي اتجاه، وبتكون الأمور لصالحك 100%. بشوفك على خير مولود برج الجدي.